سنة 1983 قرر تأسيس شركة جهينة، وفي يوم وليلة الشركة بقت أكبر منتج للألبان والعصاير في مصر كلها. مين هو صفوان ثابت؟ وإيه كواليس خروجه من السجن؟ وإيه علاقته بسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ تعالوا نعرف إيه أصل الحكاية. المهندس صفوان أحمد ثابت رجل أعمال مصري من محافظة القليوبية، قدر إنه يعمل إمبراطورية اقتصادية كبيرة في مصر اسمها على اسم عيلته جهينة. الشركة اللي تأسست في سنة 1983 بقت من أكبر وأشهر الشركات في مصر، وحصلت على جوائز كتيرة محلية ودولية. سنة 2010 دي كانت أول صدمة ياخدها صفوان ثابت في حياته، لما مقر الشركة اللي في 6 أكتوبر ولع، والحريقة محدش حس بيها غير بعد ربع ساعة، وكانت النار مسكت في كل المخازن والمصنع اتحرق كله تقريبا. جهينة خسرت يومها 350 مليون جنيه، لأن المصنع اللي اتحرق ده يعتبر من أكبر فروع الشركة. ثابت اللي كان في يوم من الأيام رئيس لغرفة الصناعات الغذائية فجأة اتغير حاله سنة 2015 لما الحكومة المصرية جمدت حساباته المصرفية، ده بسبب إن الأجهزة المعنية في مصر كشفت علاقته بالإخوان وإنه كان بيساعدهم. صفوان فضل رئيس لشركة جهينة لحد ما تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب سنة 2017، واتقبض عليه في أواخر سنة 2020 على ذمة التحقيقات. وشركة جهينة ساعتها طلعت بيان بتقول فيه إن ما عندهاش فكرة عن اللي بيحصل. في سنة 2020 تم القبض على ثابت زي ما قلنا، وبعد القبض على صفوان ثابت بشهرين تم التحفظ على ابنه سيف الدين اللي كان الرئيس التنفيذي للشركة بعد القبض على أبوه. وبعد القبض عليهم البورصة المصرية وفقا للقوانين وقفت التداول على الأسهم بتاعة جهينة لحد ما يعينوا رئيس جديد للشركة. ووقتها جهينة ما كانش قدامهم أحسن من الشيخ محمد بن عبد الله الدغيم، الراجل ده عضو مجلس إدارة جهينة من يوم ما تأسست، وكمان عضو في مجلس الأعمال المصري السعودي من يوم ما صفوان ثابت ظهر واسمه بقى مشهور، وده بسبب الربط بينه وبين سوزان مبارك اللي كانت السيدة الأولى في مصر لسنين كتيرة. والناس كانت بتربط بين الاتنين لأن هو اسمه صفوان ثابت وهي اسمها الحقيقي سوزان ثابت، بس الحقيقة إن مفيش أي علاقة بينهم، والموضوع مجرد تشابه في الأسماء، وهو اسمه بالكامل صفوان أحمد ثابت وهي اسمها سوزان صالح ثابت. اسم صفوان ثابت من وقت للتاني بيطلع ترند في مصر كلها. المرة دي كان ترند لأن بنته مريم أعلنت عن مفاجأة، وهي أن أبوها وأخوها تم صدور قرار بإخلاء سبيلهم.